في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن علاقة المسلم بربه قائمة على الإخلاص، قائمة على الصدق. يعلم المسلم أنه يعبد ربا عليما حكيما خبيرا، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعبد ربًا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعبد ربًا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يخاتل ولا يخادع، ولا ينافق ولا يناور. ليس شأنه شأن المنافق الذي يخالف مظهره مخبره وسره علانيته ومدخله مخرجه، بل المسلم صادق مع الله عز وجل، صادق مع الناس. وربنا جل جلاله لما مدح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مدحهم بالصدق والإخلاص. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هاتان الصفتان لا بد أن تلازم المؤمن في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس. بنو إسرائيل ما كانوا كذلك، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحدوا نبوته، أنكروا رسالته، نفروا الناس عنه، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كان مذكوراً في كتبهم باسمه ونسبه وصفته ومهاجره، كانوا يعرفونه حق المعرفة. ومع ذلك بعضهم أنكر نبوته، وبعضهم قالوا نعم هو نبي لكنه قد أرسل إلى غيرنا. لما فعلوا ذلك
ذكرهم الله عز وجل بأسلافهم الذين اعتدوا في السبت، فجعلهم الله عز وجل سلفا ومثلا للآخرين، مسخهم قردة خاسئين جزاء ما اقترفوا من مخادعتهم لله عز وجل ومخاتلتهم إياه. يقول سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولقد علمتم يا بني إسرائيل، يا من كذبتم محمدًا صلى الله عليه وسلم وتآمرتم عليه وأردتم مخادعته، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، أي من أسلافكم وأجدادكم وقدمائكم في السبت، أو أي في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله عز وجل قردة بعدما كانوا بشراً أسوياء، فجعلناها، أي جعلنا تلك العقوبة، فجعلناها نكالاً لما بين يديها، أي من الذنوب التي تقدمت وفرطت وما خلفها، إذا عمل عامل بمثل الذي عملوا به فعمد إلى مخادعة الله عز وجل، كشأن المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن هم الذين اعتدوا في السبت أيها المسلمون عباد الله؟ ما خبرهم؟ لماذا أعاد القرآن قصتهم في غير موضع؟ يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: واسألهم، واسأل اليهود يا محمد، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يعتدون في يوم السبت، فرض الله عليهم يوم الجمعة عبادة لله كما هو في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما كانوا شعبا عنيدا متمردا على الله أصروا على يوم السبت، فالله عز وجل جعل عبادتهم في يوم السبت، لكنه عاقبهم جزاء تمردهم وأوجب عليهم أن يتفرغوا للعبادة خلال اليوم كله، ليس كما في شريعتنا. يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. أما بنو إسرائيل أوجب الله عليهم أن يتفرغوا لعبادته من غروب شمس الجمعة إلى غروب شمس السبت يوماً وليلة، لا يباشرون عملاً، لا يصيدون صيداً، يتفرغون للعبادة تماماً. وكان من تمام ابتلاء الله لهم أن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على سطح الماء، رافعة رؤوسها، عظيمة أحجامها، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، فإذا غربت شمس السبت صرن في سفل الماء لا يظهر منهن شيء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، تختفي تلك الحيتان إلى السبت الذي يليه. اليهود ما صبروا على ذلك طويلا، بدأوا يدبرون ويحتالون ويبحثون كيف يخادعون الله، فمارسوا بعضا من أنواع الحيل، عمدوا إلى الإتيان بدوائر كبيرة من الحديد يدقونها على شاطئ البحر، ثم في يوم السبت يرمون تلك الدوائر، يحبسون بها تلك الحيتان، فإذا غربت شمس السبت سحبوها وجروها، وضحك بعضهم إلى بعض يقولون: ما صدنا في يوم السبت. الله عز وجل قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كان فيهم قوم
صالحون على استقامة وسداد، قالوا لهم اتقوا الله، لا تعدوا في السبت، لا تخالفوا أمر الله، الله لا يخادع، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. ذكروهم بتلك المعاني كلها لكنهم تمادوا في غيهم وأمعنوا في ضلالتهم. طائفة أخرى قالوا لتلك الطائفة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أولئك الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتواصون بالحق والصبر أنجاهم الله عز وجل. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. مسخهم الله كما مسخوا شريعته، الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. هذه القصة أيها المسلمون عباد الله يسردها ربنا جل جلاله في تلك الألفاظ الوجيزة من أجل أن ينبهنا معشر المسلمين إلى أن الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجب أو ارتكاب الحرام هي كذلك حرام. الحيل هي الطرق والوسائل التي يتوصل بها العبد إلى إسقاط ما أوجب الله عليه أو ارتكاب ما حرم الله عليه. كل حيلة تفضي إلى إسقاط واجب لله عز وجل أو حق لآدمي فهي حرام. كل حيلة تفضي إلى ارتكاب ما حرم الله فهي حرام. ولهذا المعنى أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها الناس وتدبغ بها الجلود وتطلى بها السفن، يسألونه عن بيع تلك الشحوم شحوم الميتة، قال لا، هو حرام، بيعها حرام وليس استعمالها. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوه أي أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه، لعنهم الله لما تحايلوا على الحرام. يا مسلم يا عبد الله اعلم أن الأمور بمقاصدها، اعلم أن الله عز وجل يعلم ما في نفسك وأن الله تعالى لا يخادع، الله جل جلاله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فكن صادقاً مع الله مخلصاً لله، اعلم أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، والله لا يخدع. إن ناساً في زماننا يمارسون أنواعاً من الحيل يعتقدون أنها توصلهم إلى أغراضهم وتفضي بهم إلى مراميهم دون أن يخالف الشرع في الظاهر، لكن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. بعض الناس يدخل في خصومة عند القاضي وهو يعلم يقينا أنه مبطل، أنه على باطل، لا حق له فيما يخاصم فيه. لربما يوكل بعض الناس ممن له خبرة بثغرات القانون وعيوبه من أجل أن يخلصه مما وقع فيه أو من أجل أن يثبت له ما ليس حقا له، وهذا كله لا يغني عنه من الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض،
وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. حكم القاضي يا مسلم لا يجعل الحرام حلالا، الحرام حرام ولو حكم لك به القاضي، ولو حكمت لك به الدنيا كلها، ما دمت تعلم أنه لا حق لك فيه فلا يجوز لك أن تخاصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن دخل في خصومة بباطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. فليسمع هذا الكلام أقوام ملأوا ساحات المحاكم وباحاتها، أقوام احترفوا الخصومة محقين كانوا أم مبطلين. من الحيل التي يلجأ إليها بعض الناس أن امرأة تمل زوجها وتكرهه، أو أن رجلا يريد أن يفارق زوجته وقد ألزموه بمؤخر صداق ربما يكون كثيرا، فيلجأ أحدهما إلى الارتداد اصطناعا من أجل أن يفسخ العقد ويتخلص من صاحبه، يرتد عن دين الله والعياذ بالله من أجل أن يفسخ النكاح، حيلة محرمة تفضي إلى مقصود محرم. ثم هناك حيل مباحة في ذاتها لكنها تفضي إلى حرام، هذه أيضا حرام، لا يجوز أن يستعملها المسلم ولا أن يلجأ إليها المؤمن ولا أن يسلك طرقها المخلص، بل واجب عليه أن يتقي الله من ذلك. أيها المسلمون عباد الله، أن بعض الناس يعمد إلى بيع ماله الذي وجبت فيه الزكاة قبل حلول الحول من أجل أن يتخلص من الزكاة، زكاته حولها قد دنا والمال موجود، عقار أو منقول أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، فيعمد إلى بيعه والتخلص منه قبل حلول الحول من أجل ألا يدفع ما أوجب الله عليه للفقراء والمساكين، والله عليم بذات الصدور. بعض الناس تجب عليه نفقة، ربما طلق امرأته وله منها أولاد، فيذهب إلى القاضي يخاصم بباطل، يدعي أنه معسر وأنه لا مال له، ولربما يلجأ إلى هبة أمواله إلى بعض أقاربه أو إلى زوجته الثانية أو إلى غير هؤلاء من أجل ألا ينفق على أولاده الذين أوجب الله عليه أن ينفق عليهم بقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، هكذا قال ربنا، وهذا المسكين يريد أن يخادع الله، وهيهات هيهات. بعض الناس يلجأ إلى الربا بحيل ملتوية، يريد أن يأكل الربا الذي حرمه الله بقوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بمثله متفاضلا، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا مثلا بمثل هاء وهاء، لكنه يريد أن يبيع جوالا من التمر باثنين ويعلم يقينا أن هذا ربا وأنه لا يجوز، فيلجأ المتعاقدان إلى أن يضع سلعة غير مقصودة في أحد العوضين أو في كليهما من أجل أن يتخلص من الربا، وهيهات هيهات. ومثله ما تفعله بعض شركات الاتصالات في أيامنا هذه من أجل أن تجلب مزيدا ممن يشترون، مزيدا من الناس من أجل أن يربحوا الحرام،
فإنهم يعرضون شيئا ثمينا كسيارة أو بيت ونحو ذلك مما يتهافت عليه الناس، ويقولون سنجري قرعة عشوائية على أصحاب الشرائح لنختار منهم واحدا يفوز بتلك السيارة أو بذلك البيت، فيتدافع الناس إلى شراء تلك الشرائح. ربما يشتري الواحد منهم 10 أو 20 دون حاجة إليها، ولا إلى نصفها ولا إلى ربعها ولا إلى عشرها، ولا هي مقصودة في ذاتها، وإنما المقصود ذلك المعروض من سيارة أو بيت. هذا هو عين القمار الذي حرمته شريعة الإسلام، عقد تردد بين الغنم والغرم. الإنسان يشتري تلك الشرائح، قد يربح ذلك المعروض الثمين من سيارة أو بيت، وقد يضيع عليه ماله فلا يربح شيئا. هذا هو عين القمار الذي قال فيه ربنا جل جلاله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن ذلك ما يفعله بعض النساء إذا طلقت، فإنها تعمد إلى ادعاء الحيض وهو لم يأتي، من أجل أن تتخلص من العدة وقد أوجبها الله عليها، تدعي أنها قد حلت وهي ما زالت في العدة، ولربما يكون في بطن إحداهن حمل فتكتم خبره وتخفي أمره من أجل أن تفوت على الزوج فرصة المراجعة. وقد قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولو تأملنا أيها المسلمون عباد الله، نجد حيلاً كثيرة يمارسها الناس، بعضها يعلم وبعضها يخفى، وعلى هؤلاء جميعاً أن يتذكروا هذه الآية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. توبوا إلى الله واستغفروا. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا، ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن علماءنا رحمهم الله قد قرروا أن العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للألفاظ والمباني، فمهما ارتكب الإنسان حرامًا وسماه باسم مباح فذاك لا يؤثر في الأمر شيئًا، فإن ناسًا يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وإن ناسًا يأكلون الربا يسمونه بغير اسمه، وإن ناسًا يمارسون الزنا يسمونه بغير اسمه،
ما عادت الأمور كما كانت أولا، بل الخمر سموها شراب الراحة أو سموها مشروبات الروحية، والربا سموه الفوائد أو العائد الاستثماري أو غير ذلك من الأسماء، والزنا سماه الناس حباً أو عشقاً أو صداقةً أو غير ذلك من الأسماء. كل هذا لا تأثير له في المضامين ولا الأحكام. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ومن يخادع الله يخدعه، ومن يصدق الله يصدقه. والحيل المباحة لا بأس أن يستعملها الإنسان من أجل أن يتوصل بها إلى مباح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الحرب خدعة، ومارس صلوات ربي وسلامه عليه تلك الحيل ليتوصل بها إلى ما يحبه الله ويرضاه. لما كان يوم بدر ولقي ومعه أبو بكر رجلاً من العرب، فسألوه عن قريش، قال: ممن أنتما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سألناك أولا، فإن أخبرتنا أخبرناك. فقال الرجل: إن قريشا قد خرجوا من مكة في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم بمكان كذا، وإن محمدا وأصحابه قد خرجوا من يثرب في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم اليوم بمكان كذا. لما استخلص صلوات ربي وسلامه عليه ما يريد من معلومات حربية من ذلك الرجل، أعاد الرجل سؤاله: ممن أنتما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. ثم ذهب أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الرجل وهو يقول: أمن ماء العراق أم من أي ماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قول ربنا: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فكلنا من ماء. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة لقيه أحد الناس وهو يعرفه ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ قال أبو بكر: هذا هاد يهديني الطريق. يعني بذلك قول ربنا: ولكل قوم هاد. قول ربنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفهم الرجل أنه دليل له في الصحراء. الحيلة إذا كان يتوسل ويتوصل بها إلى مباح فهي مباحة، أو يتوصل بها إلى واجب فهي واجبة. إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يصون عرضه وقد استدعى الجبار الذي كان يحكم مصر، استدعى سارة التي كانت من أجمل خلق الله، قال لها إبراهيم: قولي إنك أختي، فإنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت. تخلص بهذه الحيلة من ذلك الجبار. وهكذا نبي الله يوسف عليه السلام لما جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، استعمل هذه الحيلة من أجل أن يتوصل بها إلى مباح، وهو أن يضم أخاه إليه ومن ثم يأتي بأبويه. هكذا أيها المسلمون، الحيل جعلها الله عز وجل وسائل إلى المقاصد. فالسفر حيلة للاتجار، لاكتساب الرزق، لطلب العلم، لغير ذلك من المقاصد المعتبرة شرعا، فهو حيلة معتبرة. لكن بعض الناس قد يستعمل السفر فيما حرم الله، قد يسافر إلى غير ما شرع الله، قد يسافر في رمضان عامدا من أجل أن يتحايل على الصيام فيفطر. والله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا به حتى نلقاك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربَّونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علَّمنا وتعلَّم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، وأقِم الصلاة. وعن القلب الحزن بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلماتٍ كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصوله اكتمل، يأتي بخير أكل